هذا الشيخ حياك من الوسط منطقة جوفة. لا من الوسط لا ما مش موي من هناك بالطرف بس. ها زين هاي بعد طبعا لما تصير ساقي الماء يوصل. لا لا اكثر يوصل لهنا. هاي دفان بعد لين يعني هاي كلها دفان هاي كلها دفان كلها يعني حتى البحر قصدي لي هاي هني هني عبزار مفهوم. لا عشان لانه صار هني دفان ميتة اقول لك هني دفان هاي مو بزر البحر ما في حضور محظور ما في بنية. لا ما اشوف صراحة في بعض اماكن في قليل بسيطة في اماكن ثانية يطلبها او شي الحين اي زين احنا مستانسين على الاجواء الخارجية عشان طبيعية عجيب لا رطوبة ولا شيء وبعدين كل شيء عندك دكتور يقول رطوبة بانوراميك رطوبة هني الدكتور يقول لا لا مساعة هني في الارض سهل الطريق ها؟ لا سهل ما شاء الله. اوه المنتشر كيف حالك؟ حبيبي طيب وايد جميل ابا انا؟ ايه انت بعد شنو؟ تخدم علي؟ جزاك الله خير زيرك شيك شاي؟ الله يجزيك يا حبيبي بس يا العافية ابو عمر محروق السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام شلونك يا ابو حبيبي الله يخليك حبيب الغالي اي نعم يا 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 توسل عجيب ابتداء من
الاعتصام والاعتراض بالضعف حقك ومحقك ومحبتك، ثم التوسل بكل الاسماء المعروفه وغير المعروفه، الطلب ان يصبح القران ربيع قلبك. وهذا دعاء الرسول قال ازاح الله همه وغمه وابدله فرحا وسرورا. طلب بس ان القران يبقى ربيع القلب، ربيع الجدوى الذي يروي الارض. فان لم يكن للمسلم فعلا زاد في تدبر هذا القران فهو محروم، محروم حرمان عجيب. لان ايات القران ولذلك انا اقترح ان كل واحد مننا يذكر لنا ايه هو تدبرها او يدعونا لتدبرها، ويعني نبحث عن كلام فيها. كثير كنت اتامل قصة سيدنا يوسف في القرآن، ويعني أنظر دائما في القصص. مرت لي قصة سيدنا موسى مع الخضر فيها فوائد وتدبرات جميلة رائعة جدا، بس قصة سيدنا يوسف في آخرها ورفع عبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أن جعلها ربي حقا وقد أحسن لي. أقول إن الإنسان أحيانا في وجود النعم يطغى، ربنا قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمانع من طغيان بالنعم رؤية المحسن العبد بسم الله المحسن والإحسان. أنت على السحر أنت على موجود. من بلاءات ومصائب وغير ذلك، قد هذا يلقي بظلال على نفس المؤمن فيكون يعني مثقل بهموم. لا شك المسلم يحمل عن أمته، ولكن يجب أن لا يكون هذا الحمل معيق له عن التلذذ بالإيمان وبذكر الله عز وجل، وأيضا أن يكون هو من خلال سلوكه وكلامه وتصرفاته باعث للأمل. فالأمة بحاجة إلى الأمل، بحاجة إلى من يحييها بالأمل والبشارات. وهناك أمور طبعا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من المبشرات لهذه الأمة في الدنيا، و الأعظم من ذلك هي البشرى بما في الجنة من النعيم العظيم. فايش قال؟ آمنت بالله وكبرت عيني. لو انت يا سلام لو انت رأيت سالي انت بتسلم لانك ما شاء الله زي هون القديم بشتري من عندك. لا قديم هون بيه حطينا في رهون خلينا يعني حرام وكذاب كمان تحلف على كذب. الشيخ ما شاء الله وقف مع الحديث وقف مع الناس يستشهد بهذا ابن القيم في سورة الأعراف على قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما قاسمهما أي أقسم لهما تصدقا ما كنت أظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا. هاي فيديو ولا فيه مشكلة؟ حتى لو مشكلة
شو اقول لك اضاءة شوي تبي اضاءة اكثر عجبني السؤال يا شيخ عجبني السؤال what is this حلوة بالانجليزي يا شيخ يبينا محاضرة انجليزية شوي طبعا 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 نزيه اللي يقول لي يقول لي شكل الطاولة جميل جزائز مع كده شكل حلو قول لها لقطة كاميرا هذه كاميرا كاميرا ولا كيريال كاميرا هذه كاميرا ايه ما شاء الله نظمتها كرة دوارة بتاعت إزالة رائحة العرق ليه بس انتبه الشيخ عيسى في المحاضرة ما قلتك شوفها هي عدل انا بقدر اصور اللي ورا شوف كيف وايد يطلعونها يا مكتوب شفت التسجيل مالها اجي يطلعوني كيف يطلعون شنو هذي قاعد يسويها له علاوه قطع على ذيك ايه الاسنان مالها ان شاء الله خير هو يحرص على التصوير والتوثيق الله خير على ذيك حياك الله شيخ بس طلعت لنا وحين نبرم بطرحين في طيران انت ما قلت له كذا انت زين صار صار دحين انت ما اتصلت تسلمنا تاكد لنا واحد حتى السوشات بعد قديمه والله نرجع 5 سنين لورا 5 سنين لورا هذه برنامج شيخ او شنو لا لا هاي في اصل جهاز وينك ابو احمد ما صورت ما صورت ما صورت ضغط عليه عاد شوف كل الطريقه الشيخ راح لهناك صار بعضنا بعض هذه شوف الحين طول لك يعني يمكن يظهر من الاخر الحراس هذه الباب وايد عين قلبك شفت كيف السكيورتي يحطون في السقف؟ اي هذا هو هذا وين تاخذ من اليمن؟ لا يبي الحين الحين تظهر وايد وايد عين قلبك يسمونه يسمونه فيش اي رايت السمكه اي السمكه 180 الحين اصور هنا اصور في فيديو اصور في فوق دماغي فيديو تصور؟ اي فيديو بواب بضربه من الكمبيوتر شوف هذه بعد لا هو شوف بس انا عارف القياس مالي شو واقف هاي حد انا بدي
شو رجع من هنا؟